السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع جميل اسمه هانوي ايميل، ده فيه خدمات كتير جدا جدا، يعني حاجات خاصة بالصوت، حاجات خاصة بالفيديو، حاجات خاصة بالصور. يعني على سبيل المثال ممكن اديله فيديو معين واقول له الفيديو دوت خلوه لي انيميشن، يبدأ يحول الفيديو لانيميشن. هو انا عندي تكست وفيديو، بكتب له تكست وبدل ما اعمله صورة لا يعمله فيديو. اقول مثلا عايز منظر للبحار مع البركان مع كذا حاجة، يبدأ ان هو يعملها، او اديله صورة واقول له حول لي الصورة دي لفيديو. طيب عندنا برضه حاجات كتير جدا في الصور. لو انت جيت هنا هتلاقي خدمات كتير جدا، في حاجات تحذف لك الخلفية، في حاجات تغير لك صورة معينة، في حاجات، في امكانيات كتير جدا موجودة في الصور. خلينا نشوف واحدة فيهم وليكن مثلا ديت. ده عبارة عن ايه؟ بتديله مثلا كذا صورة لنفس الشخص ويبدأ يعمل ايه، تحويل من صورة للتانية. ساعات في ناس كده بتعملها على الانستجرام وكده، تديله صور كتيرة ويبدأ يخلي مثلا الطفل ده هو بيكبر مراحل معينة. يعني ممكن تجيب مثلا 20 صورة اتصورتها خلال 20 سنة، يبدأ هو يعملهم لك ورا بعض. فلازم تديله صور كتيرة عشان يبدأ ان هو يعملهم لك. ومش لازم صور اشخاص، هي كذا صورة، هو يبدأ يحول الصورة الأولى للتانية للتالتة للرابعة وهكذا. خلينا نشوف مثال عملي. هبدأ مثلا اخد الصورة دي والصورة دي، وفضل ان كلهم يكونوا مثلا ايه نفس الحاجة، يعني ممكن كلهم مركزين على الوش او الجسم كله نفس الحاجة، لان التحويل هيبقى صعب لو انت في اختلافات. مثلا الصور دي اهي، رفعت كذا صورة اترفع هما، ابدأ بقى اقول له اعمل لي جنريت. كان يعني بيقول لي طب انت عايزهم في كام ثانية؟ انا عايزهم في اقل وقت، 2.5 ثواني جنريت. يبدأ بقى يعمل لي تحويل من الصورة الأولى للتانية للتالتة وهكذا. تقدر تقول له اعمل لي ريجنريت، تعالى شوف بقى الصورة تبقى عاملة ازاي. يعني ممكن تغيرها بقى، تخليها 5 ثواني 6 ثواني زي ما انت عايز، 10 ثواني عشان بس وقت الفيديو. ممكن تيجي هنا الأدفانسد، تلاقي بقى ايه الوقت الترانزيشن تايم، تقدر تقول له ريجنريت أو إيديت سيلكت ايمج لو انت عايز تحذف صور أو تضيف صور.